FM. الكل مليك. القاضي عنده وقائع مؤيدات تكييف للوقائع هذيك ويصدر حكم نتاعو على اساس الوقائع هذيك. باهي اذا كان مش معاك في الخط هذايا يعني نجم يكون نظام ذكي، نظام البائد ذكي برشا ما يخليش تراس، يعمل اللي يحب من غير ما يخلي تراس قانوني معناتها يخليه متهم او مجرم. تو تعتقد ايه؟ انت مثلا نظام سابق معناها بعث ناس هكا متخفين وقتلوا وتخبيه معناها هو شنو يا اخي السؤال هذا ما يدور في المخيل الشعبي اليوم راهو في تونس يقول لك شكون هذوما اللي يضربوا الكرتوش اللي مات من 17 حتى 14 جانفي، شكون هذوما الجماعه اللي خرجوا بسلاح وقتلوا العباد؟ هذه ما زلت غامضه الحكايه. وشكون اللي يضربوا الناس في سليانه؟ غامضه عندك انت؟ خلينا في القضيه هذه تاع شهداء الثوره ساعه. ما عندك مواطنين تونس بعد ما شكون هم القناصه هذوما اللي حكينا عليهم وهبطت فيديوهات عليهم والامر ولا وكانه انتو شابل، معناتها موضوع انتو شابل لا يمكن الحديث فيه. ما شكون هم القناصه هذوما اللي دخلوا لتونس وقنصوا العباد؟ هذه موضوع صلب الموضوع في القضيه هذه منير بن صالحه. معناتها كيفاش ما فماش ناس مات بالقنصره، فما ناس مات بالتدافع، فما ناس ماتوا واللي قتلوهم شدوهم ومعترفين. أو عدنا قضية في صفاقس اللي كيف عون الأمن جاء قال لك أنا جاول داري ودخلوا وتهجموا على بناتي بالثورة وحبوا يختصبوا بناتي وحبوا كذا وأنا أطلقت النار وحكم عليه القضاء العسكري ب 15 سنة حبس. والقضية معناها في الاستئناف، معناها وفما شكون كيف قال لك أنا راني أطلقت النار ما رديتش بالي، فما شكون قادر يدفعت على روحي، معناها موجودين راهو ماهوش معناها أشباح راهو. ما نحبش المسألة معناها تولي تظهر كأنها أشباح جاءوا من السماق، لا فما أعوان أمن أطلقوا النار وثابت عليهم في ظروف معينة. فما شكون اللي القاضي شاف الظروف هذه تبرر إطلاق النار، وفما شكون شاف القضاء أنه الظروف هذيك لم تكن تبرر له إطلاق النار، وفما ناس مات بالقنص صحيح. فما ناس ماتوا في الليل بالقنص على مسافة بعيدة، هذاك الى حد الان مازال لغز، لم يكشف عن لغز. فما بعض الشهداء الذين سقطوا كما الاستاذ الجامعي نتاع دوز جاء من فرنسا وقنص بطريقه معناها محدده، واتضح الى حد الان انه السلاح متطور جدا اللي قنص به اللي مش متوفر لجماعه اللي نسميهم احنا البوب، عندهم شطاير وعندهم فهمتني. هذا سلاح يضرب على بعد 300 متر و 400 متر متطور، فيه ان لوب تيرميك نجم في الليل تشوف به، دونك هذا سلاح ضرب بعيار نوف معناها خاطر مخلفاته في الراس كانت كبيره. دونك هذا ظهر اللي انسان جاي باش يقنص. شكون وراء القناصه؟ الله اعلم. انا موش دوري هذا كمحامي، انا دوري رافع على متهم، لكن هذه الحلقه المفقوده في الملف هذا يواصلوا فما نيابه عموميه ونيابه عسكريه، فما دوله كامله بالاجهزه نتاعها تواصل البحث على القناصه. من مصلحه شكون ما يتمش الكشف على الوقائع هذه؟ ما نعرفش بريك، ما نعرفش مصلحتي ارتكبها يا اخي. شكون اللي مصلحته انه لا تكشف الحقيقه؟ هو الشخص اللي ارتكب الجريمه، لانه القاتل يمحو دائما اثر جريمته. الكل مليك.